ضد ردم البحر تحرك المجتمع المدني في طرابلس، فشارك عدد من الأهالي في اعتصام نفذ أمام مبنى البلدية للضغط عليها للحفاظ على البيئة البحرية. نحن اعتصامنا اليوم موجه لأعضاء المجلس البلدي لرفض إقرار المشروع، بالإضافة هي صرخة موجهة للمجلس الأعلى للتخطيط المدني ووزارة الأشغال العامة لحتى يعني منعا لأي مشروع يوصل لعنده ويتم إقراره. اللافت في هذا الاعتصام الرمزي كان مشاركة عدد من أعضاء بلدية طرابلس الذين أكدوا أنهم مع الاستثمارات في المدينة لكن ضد الردم. نحن اليوم معتصمين كمجتمع مدني ونحن كعدد من أعضاء المجلس البلدي المعارضين لردم متر واحد من البحر في شواطئ طرابلس. الأمر الأساس هو أن هذا المشروع يطلب عدة استثناءات. جهتها أشارت الشركة المسؤولة عن مشروع تريبوليسي لاند إلى أن الأخير لا علاقة له بالمشروع الذي طرح منذ عدة أشهر والمتعلق بردم مساحة من الأملاك العمومية البحرية.